انت اطلع لنا خلي الجماعه دي اللي ياخذوا في مصاريهم ما تعمل لنا معاكسات يا بوز طلعت اذا قاعد انت عايز تاخذ حق ما حقك هدينا بس لا عايز تاخذ حق ما حقك انت ده حقك ده حقك اللي انت المفروض تاخذه هدينا لا لا ما في كلام هدينا خد بس الشباب ده قال لي تعالي استحمى لكن انا ما ادري هو ده السد اللي فاتح